السلام عليكم. كان شابا طيبا في مقتبل العمر، لم يجد للطفولة وقت، فمنذ أن عرف نفسه كان قد تحمل مسؤولية أسرتين، أسرة والده وأسرة شقيقه اللذين أصيبا بحادث مروري وحمله مسؤولية العائلة الكبيرة. لكن المأساة لم تتوقف عند هذا الحد ولا استمرت على هذه الصورة، فقد كان لرصاص قناص حوثي دور محوري في تغيير الأحداث. فالأسرة الكبيرة التي كانت تعتمد في رزقها على كد هذا الشاب الصغير ستجد نفسها فجأة مسؤولة عن إنقاذه، وهو ينازع الموت مصابا بعدة رصاصات اخترقت جسده الغض. نتابع القصة في هذا الفيلم ثم نعود. القلب توجه، خرج من باب البيت ماشي يطلب الله على أخوانه. بعد ما خرج من باب البيت يا ابني ماشي لهون مثل قلقة والطريق ما عزيز شان قزعوا. لما صاروا له ثم يتصل لصاحبه يقول له يا أخي أذي إحنا كن من إحنا وين الطريق مع زيد شوين إحنا؟ قال له يا ابن يا أخي ارجع كمنتون عندكم قنتون على طريق الحوثيين ارجع وطل. بعدين هذا كلب مع ما اتصل وطلع شوفوا إنه اتصل لصاحبه، قاموا كنا نحسب إنه مدري من يتصل، قاموا ساقوا إنه الحبة الأولى كنا باليد مدري بالفخ وحبة وقعت له بقار. أقول لك بعدين ما تلقنا وين كتلقى الأولى قلب صح، زادوا إنه الثاني وقعت له بالرجل، الثالث وقعت له بالشيق. أقول لك لما وقعت له بي المثانة مثل قش انتحى بالقلب حقه ولا مع حقه بتكتهن للنهاية. بعدين هذا كلب يصيح اطرح على الأرض مثل قال انزف ما فيش من اللي أنقذه. عود هذا ابن عمه يقول انسحب يستحب على ظهره مدري على بطنه، لما مثل قال قدرت واسقه قحت رد طل. جلس 5 دقائق بثمة بعده بالأرض أن هذا ما كنت أشتي كذا أقدم جهته الميليشيات هذا القنص يرمي جهتي، ما خلناش كذا معتمد بيدي، ما خلناش كنت اشتي اشل التلفون اخبر اللي كان وسي خبره اصلا ما له حق الرقم معي ولا معي انا رقم من حقنا، اشتي اخبره ما معيش حتى تلفون، اشتي اشل التلفون وسيم ما خلناش حتى القنص اشلو، كنت كل ما قلت اشلوه يرمي جهتي، ما سكت اخرج وسيم قال لي غلط خليك عندك عادي انا موت يا عبدو مدري ما يحكي لي. قلت له خلاص ما تهمش ولا حاجه انا بنقذك واسعفك. رجع جلس يمكن 10 دقائق ثم مرقوم على الخط. تحمل له لوسط عماره في عقاز زهدت لهن. مع ما خرج ذيك الساعه خرج ربطته معه سبرته. قلت له خلاص يا ابني انت اجلس راعي ليونون شرح بصل لكم دباب مثل قل وديكم. قال له مثل قل وقاذك الدباب تحمل له طلعوا للمستشفى على طول. هو بالمستشفى اتصل بنا انه وقع حادث اطلعوا. انا الدار هو وصل المستشفى بغيبوبه لو خبر ولا اعلم ولا اي حاجه. مثل قال كارضنا بقدر استطاعنا لا حماقة مثل قال وقته وزلله ولا مهادين مثل قال ولا مرتقي على إنسان هم هذا الأمن الكبير مثل قال قابوا عملية أكبر عملية والله ما قدر يعمل حاجة حتى لاشتغل يعمل أسبوع مثل قال مثل تعالك بكثر مني. قال نقول لك وهذا مثل قال أني راكن على مثل قال الشاقي على أخوته من بعد ما بتوفى مثل قال ما نش راكن على أحد مثل قال التبت على هون نديه تعطيه هون اللي مهادي أني علين على التوي علين أعتطيب مثل قال البيت من تي اسره وعدوا عقايا مثل قال انا كم شكون قوتي كم شكون جهدي كيف دحينت انا نسوي بالحاله هذه. وانت مثل قال اللي تشوفنا مثل قال تعملوا معنا ايش تعملنا جزاكم الله خير. كان رايح يشتغل يا ابني ماشي من باب البيت وماشي على الشغل اصلا يوم الاول سرحوا عرفوا الطريق من انا قزعوا بعدين تعلموا في قمامه قدامه هنا. قال اليوم الثاني هذيك القمامه أقام مدرنا قرفوا عنا مقدامهن إنا كيف عملوا هذا اللي أبني يقول له ماشي بس يمكن إن إحنا مجزعناش من هنا أمس. هو يقول له إلا يمكن من هنا قال له القمامة مهلش قال له يمكن عادة نازل يمشي لهن مثل قال دقوهن ما نشدارين أصلا ما قرحوا شركة الطريق خالص أول مرة سرحوا ذيك اليوم. والله إحنا كان معانا عمل اليوم الأول اشتغلنا قالنا عملنا لا واقع إحنا بيسير لا هون في طالع واليوم الثاني كان مش مبكر ما واقعش عمنا غلطنا بالطريق كان في قمامة معها اللي هذيك القمامة كنزلنا بالليل ممكن غلطنا بالطريق صراحة على شارع الثلاثين كانوا غلطنا بالطريق ونزل جهة نزلنا لا آخر خط العمى الطائر ضرب الخط. بعد رجعنا اتصل وسيم اتصل لضياء قال له غلطنا بالطريق فين نجي ضياء قال له وين انتم في لوحة قرية ما نجد لي شيء كذا ذي اللوحة قلت نسيتي والله خلاص رجع جهة طلع الخط اللي جيته
رجعنا الخط اللي لقيناه وعادوا التلفون بإذنه. القناص على ذلك كنا شاف وسيم يتصل على طول قابل حبة باليد. بعد احنا مشينا عاد قرينا شوية ما قدرش وسيم معاه قرينا تخبيته كذا بفر وعسيم لسه ما قدرش أجا شيء قري شيء قري كذا عادوا وقهوا بالأرض قهوا دوباريك الفت وراي قهوا دوباريك بالأرض عملوا الثاني مكانه ما قنعش مكانه عادوا زادوا الثالث. أنا كنت أشتي أساعده أنقذه ما معاش كنت أساعده بعد حق الشمس أشتي كذا صار كان بعيد بعد الشمس أتوا أرقم له عشان يروحته مكان الشمس حقي ما أشغش لفما بعد كان يصيح في خارج مكلف كنا ممكن سمع الصوت وخر قال عندنا معيش حق الشلة الحجاب طويل توصل خلا سقط مع حقي الشميز أرقم له كذا يعني سحب شوي جهاتي ورجع بابزه أربط له حقه الجرح اللي باليد واللي بالشيق هنا بعدين وديت له مستشفى التعاون. يعني قبل ما سنتكلم من واحد قال بأن واحد في تبة القارة القناص حق ميليشية الحوثي يعني 6 أنفار من هذيك اليوم يصلوا إلى المستشفى بالقسم تبة القارة في هذاك الشارع. والله ما أدري ما السبب، يعني قد أقول لك إنه ما يرتاح إلا لما يشوف الدماء تسيل في الشارع والقتات مطروحات قدامه قد هم مصاص دماء، ما نقول لهم إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. بعد العملية تركت أشحن الرصيد وعبي لصديقي هنا تخلص روحوا للبيت كلمون إنه وسيم حالته خطيرة يطلعوا طلعوا لعندي بعد وسيم عاد كان عادوا كذا يخبر شوية بالمشفى. قلت له حقا حافظ الرقم من اصحابك من اسمه، قال لي مكان حافظ الرقم ضياء اللي تواصل معه بثمه قابل رقم ضياء اتصل به قال لي انا قال لي وين انت بيه مشفى، قلت له مشفى الثوره، قال لي خلاص الان واقينا، قلت له خلاص عندي عندي واحد معك عشان الدم حقه اشتو دم صعب له 7 قرب دم حقه. جلس بالمستشفى 5 ايام اقل 5 يوم خالته الحاله حقه خطيره جدا بالخامس يوم من العشي كان اشتي حق العشي حق العلاجات اكثر من ما من اكثر من 20 ما فوق كله علاجات العشي العشويه. قال بالليل انا نزلت من البيت عند العيال واظن اتصل لي انه يعني توفى بعد العشاء يمكن وكذا. انا طبعا استوى لي حادث انا والوالد في الراهده، انا طالع عدن معي 3 فقرات بالعمود مكسره، يعني لو اشتغلت اسبوع ضروري اتوقف اسبوع عن 3 واتعالج باكثر مني أنا ما أقدر. كان يعتبر هو الله يرحمه سكن القنا، والله ما أقدر أنسه ولا أنسى جميله ولا أنام إلا وأنا أشوف الصورة حقه، لأنه كان هو يعول أخوانه يعول ساعدنا بالكثير. يعني أنا كنت واقف حاجة بسيط لكن هو كان المسؤول الأول، يعتبر محمل المسؤولية وهو صغير وهو محمل المسؤولية، فعمل قهده وقزاه عند الله إن شاء الله. كان شو كن 21 مدري كم ممكن كان أقول لك كلام من الصراحة مثل قلبه قال ربا مفعفع وحنك وذكي ذكي كان الذكاء واللي فيه بو مثل قلب كله كان كل الأمر عليه كل حاجة عليه كان كل حاجة عليك يا وسيم. والآن صرت أني أم الشهيد وسيم عبد الله عبد العزيز عبد الخالق ولا صرت أمتسك بإنسان. الله يرحمه رحمة واسعة مغفرة جامعة حسبي الله ونعم الوكيل. بس يعني ولا ذنبه أي حاجة يا ابني، والله لا ذنبه ولا شيء، لا سرح لا يسرق ولا يعشق ولا يعمل حتى حاجة ماشي على باب الله غير ماشي على الشغل، لا ذنبه أي حاجة ماشي غير على طريق الشغل ولا خرج إلا مثل قل لا مثل قل لا دهان لا اشتغل لا نص نهار ولا يوم رجع ميت على طول. اتصل به والله ما زهت ولا دريت غير حماده يبع عمو معاه مثل قال انقضى، اتصل به بالمستشفى حتى ما اتصل بش عاده هناك اتصل به بالمستشفى انه وسيم بحادث بحاله خطيره، اطلعه بحاله خطيره من ساعتين انني قلت خلاص انه هذا المنتهي اصلا خاو خلاص لما بالله عليك المثانه حقه تفتاض مثل قال حقه تبتكو مثل قال كل حاجه مثل قال تقع بموقيته ما تقول من انعشقي له الراحه من انعش ارتفع خلاص خلاص انني اصبحت مسحت يدي على طول انه المنتهي. انني الصراحه انني مكبود مكبود والله انني مكبود على يا ابني انني يا شاطر بعده مجنون يا شامت بعده يا شقع باي حادث. الصراحه راح انني قلبي مبقور على انني ماشي مرتاح ولا متسلي خصيه لما بالله عليك لما يكونن بعده بنات
مثل قلعة من شكل لهن معشقة عليهن على الباقيين ولا على توي على أبوها. الصراحة ما قديش بالحاجة هذه والله العظيم يا ابني إنني خلاص إنني مسحت يدي على طول إنني شاطر بعد واسم مجنون أو شاموت أو شقع بأي حاجة ما نش عايش كذا سليم. يتيمة وموجوعة في فلذة كبدها أصبحت هذه الأم تخاف أن تصاب بالجنون أو يتوقف قلبها عن النبض، وهو القلب الضعيف الذي تحمل من الأهوال ما لا تطيقه جبال راسيات، ابتداء من فقدانها لزوجها ورؤيتها لولدها الأكبر عاجزا عن العمل محتاجا إلى العلاج باستمرار، وكذا حياتها في مدينة تهاجم ميليشيا الحوثي والمخلوع أحياءها وتحاصر سكانها باستمرار. ولن يكون فقدانها لولدها هذا آخر المآسي، فما يزال أمامها حياة طويلة من الأوجاع وبيت مليء بالأفواه، بينهم أطفال محتاجون للرعاية للماء والغذاء والدواء والكساء في وقت صارت تختفي فيه المساعدة الإنسانية على قلتها. مشاهدينا الكرام، حق المدنيين في الأمن وواجب المتحاربين في تحديد أماكن العمليات العسكرية موضوع حديثنا مع المحامي والناشط الحقوقي توفيق الشعبي بعد فاصل قصير، ابقوا معنا. أسألك بالله وين نروح إحنا؟ إحنا ناس ضعفاء وناس فقراء، ما معاناش دخل ولا معانا حاجة، معانا إلا وقود. زعلان على الوضع، شوف كيف إحنا نعيش، 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 نكون، نعيش، نشرب، لا علاقات، لا عيالنا كيفهم؟ لا يفتحون بقليل بر، لأن دولنا قليل رجل، قليل سكر. أكانوا يصدقوا علينا بقليل ما قطعوا. مرحبا بكم مجددا أعزائي المشاهدين، كما أرحب بضيفي من تعز المحامي والناشط الحقوقي توفيق الشعبي. مرحبا بك سيد توفيق. أهلا وسهلا، حياكم الله. شاهدنا قبل قليل قصة شاب في تعز تعرض للقنص في شارع يسيطر عليه القناصة، دخل إليه الضحية بالخطأ. ألا يجب على المتقاتلين توضيح الأماكن التي يعتبرونها محظورة على المدنيين واتخاذ التدابير التي تحمي حياة هؤلاء؟ أولا دعني أقول بأنه المدنيين صاروا عرضة للقنص والقصف في أي مكان بغض النظر عن المكان الذي يكونوا فيه. وهذا العمل هو عمل متعمد ومقصود، ليس عن طريق الخطأ. وهناك حالات كثيرة جدا ومشابهة لمثل هذا الضحية الذي سقط نتيجة طلقة قناص في منطقة تخضع لسيطرة سلاح القناصة. نعم، القناصة هي إحدى الفرق البارزة على ما يبدو لدى الميليشيا الإنقلابية التي تحاصر مدينة تعز. برأيك لماذا استخدام هذه الفرقة تحديدا ضد مدنيين؟ حرب القناصة هذه هي يمكن أن تكون هي الاسم الشهير لما للحرب في تعز، باعتبار أن هذه من أخطر الحروب وأخطر الوسائل التي يستخدمها الجماعات المسلحة تجاه المدنيين، بكون التدريبات الخاصة والتعليمات الخاصة التي يتلقاها المنتمين إلى مثل هذه الجماعات أو القيادات أو المجموعات هم من أخطر العناصر الذين يتم تدريبهم وتعويدهم على عملية سفك الدماء واستهداف كل ما هو مدني بغض النظر عن طبيعة المكان أو الزمان أو اللحظة التي يكون فيها. ولعل أغلب المئات من الضحايا في تعز سقطوا نتيجة استهدافهم بعملية القنص المباشر والاستهداف المتعمد في أكثر من مكان منذ بداية هذه الأحداث، وحتى اليوم ما زال هناك ضحايا يتساقطون سواء من الأطفال أو من النساء أو حتى من الشيوخ، كذلك حتى الحيوانات لا تسلم من طلقات القناصة
إن حرب أسباب بحرب إبادة ممنهجة لفئات المدنيين في هذه المحافظة. سيد توفيق، رأينا الكثير من التقارير الدولية التي تندد بعملية القنص في المدينة، ألا تؤتي هذه الضغوطات الدولية وكلها بالنسبة لجماعة الحوثي والمخلوع في التخفيف من عمليات القنص للمدنيين؟ دعني أقول لك بكل صراحة بأنه لا توجد تحركات جادة دولية باتجاه الضغط الفعلي والواقعي على هذه الجماعة للكف عن الاستهداف المباشر للمدنيين، على اعتبار أن هذه الأفعال جرائم انتهاكات خطيرة وجسيمة جرمت وحضرت وفقا للمادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات كنيف الأربع، ووفقا للمادة الرابعة والثانية من البروتوكول الإضافي الثاني الذي يحكم النزاعات الخاصة النزاعات المسلحة الداخلية. هذا النزيف المستمر بعملية القنص المتعمدة، لما نلاحظ أن هناك تحرك جاد رغم إيصال هذه أصوات هذه الضحايا والانتهاكات المستمرة إلى الجهات الدولية والمنظمات الدولية، ولكن لنا في تعز لم نشهد ضغط بشكل قوي وفعلي وجدي يحد من هذه الانتهاكات وهذا القتل المباشر للمدنيين. هل إعلان الميليشيا الحوثية عن تصنيع قناصات وهو ما حدث الشهر الماضي يعد نوع من الاعتراف بهذه الجرائم وتطور الحال معهم من مجرد استخدام القناصات يعني كأسلحة وعتاد قادم من الخارج إلى تصنيع هذا النوع من السلاح الجبان؟ المسلحية الحوثي قوات صالح يستخدمون هذه الأسلحة وباعتبارها أحد وسائل وأهم وسائل الحرب داخل المدن على النحو الذي هو حاصل في مدينة سعد منذ اللحظة الأولى، وخاصة مع انتهاك سياسة وضع المعابر لكي يكون الضحية المدني هدف سهل وواضح ومضطر للعبور من هذه المعابر. نعم، يكون هدف سهل وواضح وبالتالي يسهل على القناص استهدافه بشكل مباشر ومنهجي، لا يستثنى من ذلك لا الطفل ولا المرأة ولا الشيوخ ولا المرضى حتى. كناشط حقوقي ومراقب للأوضاع في مدينة تعز، ما الذي تعتقد أن الميليشيا الحوثية قد تكسبه من هكذا تصرفات من قنص المدنيين باستمرار و يعني تحويل حياتهم إلى مجرد نشان أمام قناص؟ هذه وسيلة من الوسائل من وسائل الحروب القذرة التي أجمع المجتمع الدولي في النصوص الدولية والمواثيق الدولية على تجريم مثل هذه الحروب، بل اعتبر أن العمل الممنهج والاستمرار الطويل على شكل واسع في مثل هذه الجرائم يشبه حرب الإبادة الجماعية التي تستهدف فئة من المجتمع على أساس قهوي أو مناطقي أو طائفي أو على أساس الرأي، وهذا ما يتم الآن بحق أبناء هذه المحافظة وبالذات بحق المدنيين، خاصة مع استمرار الحصار لأكثر من سنتين ونصف واستخدام القناصة للاستهداف المباشر للمدنيين في الأحياء المدنية والممرات والمعابر التي يتم طردها عنوة من قبل المسلحي الحوثي وقوات صالح. ما هي الآليات القانونية المتاحة حاليا أمام المواطنين لتوثيق قضاياهم إذا ما أصبحوا لا قدر الله ضحايا لأي نوع من أنواع الانتهاكات؟ بالنسبة للآليات، هناك آليات مدنية وهناك آليات وطنية، يعني وطنية بعنصر دولي أو بقرار دولي. نعم. المنظمات والناشطين الحقوقيين إحدى والنقابات المحامين إحدى هذه الآليات المحلية المدنية، لكن تعتبر اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المنشأة بقرار بموجب توصية قرار مجلس حقوق الإنسان والقرار الجمهوري 2000 والقرار الجمهوري 140/2012 هي البوابة الرئيسية لتوثيق وتقديم الشكاوي للضحايا وحفظ حقوق الضحايا وضمان إعداد ملفات لضمان ملاحقة مرتكبي هذه الانتهاكات.
اللجنة تبذل جهود غير عادية في ظل هذه الظروف الصعبة والمعقدة. نعم. وافتتحت لها مقر في محافظة تعز منذ سنة ونصف تقريبا أو سنة وثلاثة أشهر تقريبا، وكل يوم نرى المدنيين والضحايا إضافة إلى فريق الرصد الخاص باللجنة الوطنية يعمل على رصد وتوثيق ما أمكنه وما استطاع من هذه الانتهاكات، والتي تشكل عبء كبير جدا، وخاصة مع استمرار اليومي لعملية الانتهاكات والخروقات الخطيرة التي تستهدف المدنيين والأعيان والأحياء المدنية في هذه المحافظة. نعم، إذن هناك يعني جهود تبذلونها في الوصول إلى الضحايا ورصد وتوثيق قضاياهم، ولكن يعني لا تصل الجهود إلى جميع الضحايا. ما الذي يمكن أن تنصح به أولئك الذين لم تستطع فرق الرصد الوصول إليهم حتى تصل إليهم هذه الفرق؟ كيف يوثقون حقوقهم؟ نحن وجهنا في نقابة المحامين، وهناك كان نداء من اللجنة الوطنية لتحقيق جميع المحامين في مختلف المناطق أن يقوموا بعملهم وجهدهم كناشطين حقوقيين ومدافعين عن حقوق الإنسان برصد وتوثيق هذه الانتهاكات والاحتفاظ بها عندهم أو إيصالها إلى النقابة. كما وكهنا دعوة إلى كافة الضحايا وذويهم بالتوافد وتقديم شكاويهم وبلاغاتهم إلى اللجنة الوطنية أو راصديها، وخاصة أن تم تحديد مقر للجنة الوطنية هو خطوة مهمة وممتازة، والعمل يحتاج تغطية إعلامية كبيرة جدا من أجل التعريف بهذه الآلية الوطنية وإيصال صوتها إلى الضحايا لتكون قبلة وبوابة رئيسية باعتبارها الآلية الوطنية الفاعلة حاليا على الميدان لتلقي الشكاوي والبلاغات وتقييدها وتحقيق فيها وفق المهام الموكلة لها بقرار إنشائها بناء على قرار مجلس حقوق الإنسان. نعم، هناك يعني مؤخرا أصوات مضادة لعمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وصلت إلى مطالبات دولية بوقف دعم هذه اللجنة. برأيك لماذا وصل مثل هذه المطالبات من الطرف الآخر يعني رفع الدعم عن اللجنة؟ دعني أولا أقول بأنه لا يجب أن لا يأخذ الأمر منحى الطرف بطرف، وإنما هذا هو مجرد رأي لبعض الناشطين أو لبعض المنظمات الحقوقية ورأيهم يحترم، لكن نحن نبقى أمام قواعد ومعايير دولية تحكم عملية إنشاء مثل هذه اللجان، سواء اللجنة الوطنية التي أنشئت بموجب قرار دولي وتم توسيع عملها مرة أخرى عام 2016 في اجتماع دورة مجلس حقوق الإنسان، أو لآليات وقواعد إنشاء اللجان التحقيق الدولية. معلوم بأن لا تنشأ لجان التحقيق الدولية إلا في حالة غياب الآليات الوطنية أو عدم وجود استنفاذ كافة مراحل الانتصاف الوطنية. فما دام وهناك لجنة تحقيق وطنية ذا بقرار دولي أنشئت لهذا الغرض وهي تمارس عملها في الميدان، فهي تسد هذه الثغرة إلى حد اكتمال المنظومة القضائية والقانونية للتحقيق الأوسع. ومع ذلك نحن ما زلنا نطالب ونأمل بأن تكون هناك خطوات أكثر وآلية احترافية أوسع لعمل اللجنة، وهذا ما يتوجب عليه من الهيئات الدولية أن تمنحه وأن تعزز هذه الآلية الوطنية بالعمل الاحترافي والخبرات الدولية، لأنها بذلت جهد لا يمكن تجاهله أو تجاوزه خلال السنتين الماضيين. عودة إلى هذا الجهد، سيد توفيق كأحد راصدي اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، ما هي أهم المصاعب التي تواجهكم في الميدان؟ بالتأكيد يا أستاذنا العيش وبلا جدل هناك مصاعب جمة في ظل هذه الظروف شديدة التعقيد واستمرار النزاع وانتشاره والتجاذبات التي بدأت تدخل وتأخذ منحى سياسي أكثر مما هو منحى حقوقي. أصبحت اللجنة في وضع صعب قد لا تنال رضا الجميع
الأطراف وخاصة مع التطور النوعي في عملها. كان التقرير الثالث أكثر احترافية، أدان كافة الأطراف بارتكابها انتهاكات خطيرة وجسيمة للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان. نعم. هذه ستضفي عقوبات كبيرة، إضافة الوصول في الميدان واستهداف عمل اللجنة وما يحصل هذه الأيام. أنا أعتبره هو حملة تحريض ممنهجة قد تكون انعكاساتها خطيرة على ناشطي اللجنة الوطنية في الميدان، سواء الأعضاء أو الراصدين أو المحققين المساعدين، وخاصة مع ما نشاهده من التزامن مع حملة تستهدف إيقاف عمل اللجنة الوطنية. هذا من جانب. نعم. الجانب الثاني، الملفات التي أنجزت اللجنة التحقيق فيها ستتطلب بالكاد وجود سلطة قضائية احترافية تستكمل عملية التحقيق والملاحقة الجنائية لمرتكبي هذه الانتهاكات، أفراد وجهات وقيادات. نعم. هذه العائق الأكبر. نحن نأمل أن يكون هناك جهد جبار يتلقف جهود هذه اللجنة والتحقيقات التي أجرتها عن طريق تشكيل محكمة متخصصة، ولو استدعى الأمر أن تكون محكمة مختلطة، محكمة وطنية بعنصر أجنبي بعنصر إقليمي. نعم. تعمل على التحقيق وفقا للآليات الدولية والمعايير الوطن والمعايير الدولية المصادق عليها الجمهورية اليمنية، أو التي أقرتها اللجنة في قرار إنشائها لاستمرار عملية الملاحقة الجنائية لمرتكبي هذه الانتهاكات. نعم. إذن وصلت دعوتكم لتفعيل المنظومة القضائية. المحامي والناشط الحقوقي توفيق الشعبي، كنت معي من مدينة تعز، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة. نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. أسرة الشاب الشهيد وسيم عبد الله عبد الخالق تم الرصد، بأمان الله.